الجديد في الأمر بعد أن دخلت إلى مكتب مدير الديوان، وقعت على طلب مقابلة ووعدني على أساس أنه سيتم إخباري في غضون 24 إلى 28 لمقابلة عامل إقليم، بعد أن تعذر علي مقابلته لظروف أجهلها كمواطن كموظف. جئت سابقا لعرض مشاكلي وعدم تنفيذ الأحكام الإدارية ومجموعة من المشاكل التي قلنا ما قلنا فيها عبر الجرائد الوطنية، ولكن عامل إقليم ميدلت خد موقفا صريحا بإبعادي وعدم استقبالي، منذ أن ولي شهر 3/2010 إلى حدود اليوم، بعد أن خطب صاحب الجلالة نصره الله على نواب الأمة في افتتاح الدورة العاشرة وقال ما قاله في الإدارة وفي امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية. واليوم جئت لأختبر هذه الرسالة المشفرة التي رسلها صاحب الجلالة نصره الله إلى المسؤولين الإداريين على الصعيد الوطني، وها أنا اليوم جئت مستقبلا مدير الديوان وقعت على طلب مقابلة لعرض المشاكل عليه في انتظار ما ستؤول إليه الأمور.